خلال حلولها ضيفة على برنامج القاهرة اليوم، والذي يقدمه الفنان إدوار والإعلامية نانسي مجدي على قناة اليوم، فجرت السيدة مها الهوان ابنة أحمد الهوان الشهير بجمع الشوان مفاجأة كبيرة حول زواجه بالفنانة سعاد حسني. وكشفت مها إن ما أعلنه والدها منذ سنوات بخصوص زواجه من السندريلا سعاد حسني كان صحيحا، وأكدت إن ذلك كان جزء من عمله وبالتالي فلا عيب في ذلك، وأضافت إن أسرته بالكامل شعرت بالفخر لكون الفنانة سعاد حسني نجمة كبيرة. وتحدثت مها الهوان خلال اللقاء عن مسلسل دموع في عيون واقعة الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، وتناول قصة حياة والدها ونجاحه في خداع الموساد الإسرائيلي وجلب أصغر جهاز لاسلكي في العالم إلى مصر. وأكدت مها إن والدها لم يكن يشجع عادل إمام على تقديم شخصيته على الشاشة نظرا لعدم وجود أي شبه بينهم.